صارت معانا اخصائيه التغذيه العلاجيه نور هاتف، التحيه والتقدير. ويعطيك الف عافيه. الله يحييك. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. شوف الله يعافيك، هاي لك خصوصا الفطيره، بغض النظر عن ما نقوم كوننا ما فيها زبده يعني. بغض النظر عن ما نقوم به الله يحييك وبتنورينا دائما طبعا، وسامحينا واعمل حالك مش شايفه والوضع كله تمام. اوكي، ما هو زي ما حكينا شوف ياسمين، مره بتعمل وصفه صحيه ومره مش صحيه، مره فوق ومره الفطير. الفطير طيب. مهمه لنور. بتعرف احنا بالشهر الوردي وشهر اكتوبر وكثير بحاولوا يسووا حملات توعيه لسرطان الثدي، وهام موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. احنا بدنا ندردش معاكي بعلاقته بزياده الوزن، بدنا نحكي عن انواع الحميات والاطعمه، شو بيقوي المناعه، يعني شو ممكن الواحدة السيدة، وقلنا أنه يصيب الرجال ولكن بنسب أقل جدا، كيف يمكن أن نقي أنفسنا؟ أكيد طبعا، شكرا أنك عم نطرح هذا الموضوع، لأنه كتير كنا حابين أنه نكون جزء من هاي التوعية، لأنه سمير سرطان الثدي كل سنة عن سنة عم بيكون منتشر بشكل أكبر زي ما حكينا، بشكل أكبر. أكيد كل ليش سنة. ليش أنا كنت أتخيل أنه بقل كونه صار في توعية أكبر؟ للأسف يمكن بسبب البيئة أو بسبب العادات اللي إحنا بنعملها، لأنه سرطان الثدي للأسف أثر كتير باللايف ستايل، بطبيعة حياتنا، كتير كل مالها عم بتكون طبيعة حياتنا الصحية عم بتكون أسوأ للأسف. فهذا الإشي بيأثر إنه إحنا عم نزيد بأعداد سرطان الثدي، ومن هون بتيجي أهمية الكشف المبكر، ومن هون بتيجي أهمية التوعية وخصوصا بالتغذية. لأنه سمير كل الدراسات العلمية بتأكد إنه سرطان الثدي له دور كتير أساسي بالسمنة وزيادة الوزن. كل أو مترابطان يعني في علاقة جدا كبيرة، والسبب بيرجع انه احنا السمنة يعني خلايا دهنية اكثر، الخلايا الدهنية هي اللي بتفرز هرمون الاستروجين اللي ممكن يساعد في نمو الخلايا السرطانية، فكل ما زاد عندنا الوزن كل ما كنا عرضة اكثر لسرطان الثدي. وبتختلف سمير وياسمين من حالة لحالة، للاسف في نساء بالاخص اللي بيعانوا من السمنة، في نساء بيعانوا من تراكم الدهون بمنطقة البطن بيكونوا اكثر عرضة للاصابة بسرطان الثدي من النساء اللي بتتراكم عندهم الدهون بمنطقة الافخاذ او الوركين. فالفكرة الاساسية انه احنا عندنا الدهون الوسطية لها عامل اساسي في خلينا نحكي في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. كمان في دراسة علمية عملت ب 2024 كانت بتحكي هاي الدراسة إنه النساء اللي مؤشرهم المؤشر كتلة الجسم اللي هو البودي ماس إندكس اللي هو الوزن، هلا أي شخص عم بيتابعنا ممكن إنه يحسبه، الوزن تقسيم الطول تربيع، إذا كان الوزن تقسيم الطول تربيع، الطول تربيع إذا طلع معي الرقم 30 وأكثر فبتكون المرأة معرضة أكثر لخطر الإصابة بسرطان الثدي. إذا كانت المرأة معرضة أو مصابة بالسمنة المفرطة اللي هي بيكون مؤشر كتلة الجسم أكثر من 35 بتكون للأسف معرضة للوفاة من سرطان الثدي، والله يحمي الجميع ويبعد الشر عن الجميع. فالسمنة لها علاقة كبيرة كتير بالإصابة بسرطان الثدي. طبعاً في عنا عوامل أخرى، منها العوامل الوراثية زي ما حكينا، نمط الحياة، الأطعمة وشو عم بدخل على جسمي كمان إلى دور كتير أساسي في خطر الإصابة بسرطان الثدي. طيب شو أغذية ممكن تساعد أن تسوي عنا مناعة يعني؟ أكيد هلأ في عنا أغذية وفي عنا أنواع حميات ممكن تقي بشكل أكبر، وأنواع حميات كمان أكيد ضروري. من الإصابة بسرطان الثدي، الصيام المتقطع هو يعتبر حمية غذائية مناسبة للوقاية من سرطان الثدي، لأنه بنظم لي مستويات سكر الدم وبنظم لي مستويات الأنسولين بالجسم. كمان عندنا حمية البحر الأبيض المتوسط. حمية الإيه؟ البحر الأبيض المتوسط. أوكي. هاي الحمية معتمدة بشكل أساسي إنه لازم ألعب رياضة بالأسبوع ما لا يقل عن 4 ساعات. بالأسبوع كله؟ بالأسبوع كله، يعني ممكن ألعب من 4 ل5 مرات، وفي دراسات تانية بتقول إنه لازم يومياً أتمرن، ولكن الدراسات للوقاية من سرطان الثدي 4 ساعات أسبوعياً كفيلة بالوقاية من سرطان الثدي. بعدين بتيجي عنا بالمرتبة الثانية بحمية البحر الأبيض المتوسط إني لازم أركز على الحبوب الكاملة بالنشويات، ولازم أركز على البقوليات كمان. بعدها بيجي عنا الخضار والفواكه، لازم نكون يعني إحنا عم نحكي كأنه في عنا هرم غذائي اللي إحنا متعودين عليه. هذا الهرم في له ترتيبات، بيجي بقاع الهرم اللي هو النشاط والنشاط البدني والحركة، بعدين بيجي عنا خلينا نحكي بالمستوى اللي بعده
انه اذا بدي ادخل نشويات لازم تكون نشويات معقده وحبوب كامله وبقوليات. أوكي. بعدها بتيجي الخضار والفواكه. ومعتمده بشكل اساسي على الدهون من زيت الزيتون. اوكي بعدها موسمه كمان. صحيح. وبعدها بيجي عندنا الاسماك تقريبا من مرتين لثلاث مرات بالاسبوع. وبراس الهرم اقل شيء اقل نسبه بدي اتناولها خلال الاسبوع اللي هي اللحوم الحمراء بالاضافه للحلويات وغيرها. هاي اللي هي بتكون براس الهرم يفضل انه ناخذها فقط مره بالاسبوع. هاي من انواع الحميات اللي كل الدراسات العلميه بتثبت انه لها دور اساسي في الوقايه من سرطان الثدي. اما بالنسبه لانواع الاكلات او الخطوات عشان اقي حالي من سرطان الثدي فهم خمس خطوات. الخطوه الاولى اني احاول انزل من وزني اذا انا عندي وزن زياده. هذا شيء هام 100% لانه احنا حكينا من العوامل الاساسيه للاصابه بسرطان الثدي هي السمنه. صح. هلا في كثير مشاهدين رح يقول طب ما احنا جربنا من قبل انه ننزل من وزننا ومش ظابط معنا. عندي فكره كثير بسيطه لكل شخص عم بيحاول انه ينزل من وزنه وما عم بزبط معه. يجيب ورقه وقلم يكتب في كل مره فشل فيها بتنزيل الوزن لما اجى يعمل دايت شو كان السبب. هل كان انه انا ما عندي اراده؟ هل انا بجوع كثير مش قادر اتحكم بالشهيه العاليه اللي عندي؟ او انا شخص عندي جوع عاطفي كل ما اتعرض لستريس او توتر او اكتئاب باكل بكميات كثير كبيره؟ فعلاً. اكيد. فخلينا نكتب ونحدد شو المشكله الاساسيه اللي انا مسببت لي زياده الوزن وبعدها ممكن اني احل الموضوع لما انا عم بحدد شو المشكله اللي عم بتخليني ما انزل بالوزن. هاي هامه لاخصائي التغذيه حتى يعرف يتعامل مع الامر. اكيد اخصائي التغذيه اصلا هو المفروض انه ياخذ ريكورد من اي شخص بيجيله عشان يعرف وين المشكله اللي موصل الشخص لزياده الوزن والسمنه. تمام. اوكي هلا بنجي للخطوه الثانيه كيف اقي حالي من سرطان الثدي اللي هي السكريات. يفضل اني اتجنب تناول السكريات وخصوصا كمان المشروبات اللي بتحتوي على كميه سكريات كثير عاليه. هلا احنا ما بنحكي تجنب السكريات ما بنقصد فيها اللي هي اللي انا محتاجيتها عشان اكمل يومي وحياتي، لا احنا البقوليات والخضار والفواكه مهمه ولكن السكريات المضافه مثل الحلويات مثل المشروبات يفضل انه نتجنبها. فيتامين د بالنسبه للخطوه الثالثه فهي تعتبر جدا مهمه خصوصا للنساء بعد انقطاع الطمث. فيتامين د بعد انقطاع الطمث مش بس مهم للوقايه من هشاشه العظام ايضا هو مهم للوقايه من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث. بالنسبه للخطوه الرابعه هي الابتعاد تماما عن الدهون المتحوله والزيوت المكرره بشكل كثير كبير لانها ممكن تسبب زياده في خطر الاصابه بسرطان الثدي. اما بالنسبه للخطوه اللي بدنا نحكي عنها اللي هي احنا حكينا عن خطوات كثير مفيده. معنا 30 ثانيه. اوكي اخر خطوه اللي هي الخضار والفواكه. يوميا يفضل انه ناخذ من 4 لـ5 حصص من الخضار سواء كانت مطبوخه او طازجه لانها عاليه بالالياف ومضادات الاكسده رح تحمينا من سرطان الثدي. اما بالنسبه للفواكه فضروري يوميا اني اخذ من حصتين على الاقل لـ4 حصص الحد الاقصى من الفواكه. حلو. يعني حلوين المعلومات. المعده بيت الداء فعلا. أكيد. طبعا اوف كورس اذا بتدير بالك على معدتك وشو بدخلها معدتك يعني بتدير بالها عليك. معدتك بتدير بالها على مكبرك يعني. طبعا. صح. يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. طبعا شكراً يعني لإلكم. احنا هذا توعيه ونامل من الجميع انه يعني يفحصوا باستمرار وبشكل دوري لانه اكتشاف المرض بفتره مبكره أكيد. بيساعد على علاجه. رح نطلع لفاصل. شكرا نور. شكرا جزيلا. شكرا لإلكم. شكرا على هذه المعلومات الهامه.